موقع قاعدين نراجع مال المقاولات. هذا 3D المشروع، هي عبارة عن غرفة طعام. بالنسبة للألمنيوم ركب اليوم، طبعا اخترناه كله باللون الأسود بحيث يكون هذه مثل الواجهة، هذه هي نفسها اللي تنفذت هنا، وعندي بيج ميرور وفي عليها أطرافها يمين. الجدار هذا انعملت فريمات جز حسب المخطط المرفق، فكل الحمد لله التفاصيل زي ما طلبناها، وإن شاء الله قريبا للضيافة. كمان اليوم جاي نشيك على أبواب الحديد، اوريدي ركبت، طبعا باقي لها دهان وتفنيش نهائي. نفس الشيء للباب، المدخل ارتفاع 280، وكلها إضاءات مخفية من تحت، فبيطلع إن شاء الله مرة حلو. الحمامات اوريدي خلصت، كل جدران ركب. طبعا مرة أحب دائما السلابات الكبيرة، هذه تقريبا على كمان السيلينج نفس الشيء، عندنا إضاءات مخفية وفقط وزعنا 2 سبوت لايت. المنطقة جاهزة تقريبا، الأسقف خلصت، في تفاصيل بالجبت كلها انعملت حسب المخططات، مش مغاطفة مرة عندكم كيف التسوير. بالنسبة لقسم الضيافة، أنا عندي 3 زونز، عندي الجلسة، عندي التي في، وعندي في جلسة بلوت على اليسار، وعندي جلسة هنا. طلع الإرتفاعات عندي هنا مرة عالية، يعني حول تقريبا 5. كمان اللي عندي زي رسمة أوبن بوك ماربل بورسلان على اليمين وعلى اليسار زي ما هي راكبة عندي هنا، محددينها بفريم جبس. لسه عندي شغل البارتيشن اللي هو المتل على اليمين وعلى اليسار، والوول بيبر اوريدي وصل بس يجهز الموقع ان شاء الله يتركب. كمان عندي هنا الابواب اوريدي ركبت نفس ديزاين اللي هو الدايننج اريا بس على اكبر. هذه لقطة تبين لي المجلس من الكورنر، والألوان كلها اللي اشتغلنا عليها بين البلو والسيلفر. هذا 3D المشروع، هذه اللي قلت لكم الجلسة على اليسار وفي البلوت على اليمين. راح ركب الأثاث وكل الماتيريالز بإذن الله، باك جراوند للجلسة البلوت، هذه زاوية ثانية. فإن شاء الله بس توصل أشياء بالنسبة وشوية دخلنا لون المات جولد. هذه رسمة الأوبن بوك، شايفين كيف جمالها مرة حلوة للأثاث، وكل الشغل الماتيريال الموجودة كلها مستوردة، فإن شاء الله قريبا بس يجهز الموضوع.